وانطلاقة أخرى تعكس لنا مدى حرص الجميع على التواجد في هذا الشوط الرئيسي وهذه الأشواط وهذه الاندفاعات الصباحية التي نتابعها معكم مشاهدين الكرام عبر الهواء مباشرة من خلال التغطية المباشرة لقناة الدوري والكأس ولقناة الهجن العربية الأصيلة ولقناة تلفزيون قطر القناة 37 وكذلك البث عبر راديوهات اف ام عبر موجة ترددها 88.6 ميجا هيرتز. اذا نتواصل وننطلق معكم مع بداية تحدي اخر وموعد اخر يجمع بين هذه الاسماء وهذه الشعارات التي اخذت على عاتقها المنافسة الكبيرة وتحمل جميعها لواءات التحدي ولواءات المنافسة القوية في هذا المهرجان ولما لا وهو مهرجان سيدي سمو ولي العهد الأمين الذي يحرص على المشاركة فيه كل المشاركين وكل المحبين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. إذا ننطلق مع المقدمة مشاهدينا الكرام وأرى وافي هو من يتحكم بزمام الأمور السيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين هو من يحتل المركز الأول ولكن نشوف في هذه اللحظات التسلل من قبل لطام اللي يتجاوز في هذه اللحظات وينتقل إلى أول المراكز للسيد محمد بن حزام بن راشد بن ديلة المري. المنافسة مستمرة والصراع على مقدمة هذا الشوط في الكيلومتر الأول من مسافة 8 كيلومترات ولقاء يجمع بين هذه الأسماء وبين هذه الكوكبة من نخبة الثنايا القعدان زمول المستقبل. إذا تندفع وتنطلق وأرى لطام هو المسيطر وهو الذي يتحكم بزمام الأمور وهذا الشعار شعار السيد محسن بن حزام بن راشد بن ديلة. المركز الثاني يشوف من الجهة اليمنى اللي احتل المركز الثاني عند السيد جار الله بن حمد بن سالمين المري هو من يحتل المركز الثاني الصريح هو من يحتل المركز الثاني اسم قعود بن سالمين شواش اذا هو من يحتل المركز الثاني برفقة الصريح جار الله بن حمد بن سالمين المري هو من يتواجد مع شواش في ثاني المراكز. المركز الثالث اشوف اللي بدأ يتسلل الان وافي هو من يحتل المركز الثالث للسيد السيد بن محمد بن زايد الخيارين ومع المضمر السيد ناصر بن سالم المكسور. رابع المراكز اشوف هتاش الان بدأ يتسلل ومع شعار السيد مرحام راشد بن حبيبه المري وخامس المراكز هناك هملول للسيد صالح بن حمد القمره المري مع المضمر حمد بن محمد بن جويل. خمسة مراكز أولى إذا مشاهدين الكرام يسمح لها بالنداء وتسمح لها بالإذاعة والخمسة المراكز الأولى لا تعني بأن هذه هي الأسماء التي فقط سوف تنحصر من بينها المنافسة. أعدكم بأن هناك أسماء أيضا لامعة وأسماء قادمة للمشاركة بقوة في هذه الانطلاقات وفي هذه الأشواط القوية ونحن في شوطنا الرابع كما ذكرنا وهو شوط خاص بالثنايا القعدان. أعود بكم مشاهدينا الكرام إلى لطام الذي يسيطر إلى لطام الذي يتقدم على كل المنافسين ويحتل المركز الأول ولكن نشوف ملحان بن راشد بن حبيبه المري أيضا أحد الأسماء القوية وأحد المحاربين القدماء في عالم رياضة سباقات الهجن. ينطلق بن راشد ملحان بن راشد بن حبيبه المري مع انطلاقة هتاش في المركز الأول. إذن هتاش يحتل المركز الأول ليستلم قيادة هذا الشوط للسيد ملحان بن راشد بن حبيبه المري. المركز الثاني لطام. إذن لطام هو من يحتل المركز الثاني وهو من يتواجد على ثاني المراكز للسيد محسن بن حزام بن راشد بن ديله المري. ثالث المراكز هناك من؟ هناك هملول والسلالة الهملولية أيضا تنطلق مع انطلاقة هملول ومع أيضا عاشق الأصالة صالح بن حمد القمرة المري ليتواجد مع هملول ويحتل برفقته ثالث المراكز. وأيضا ما ننسى دور المضمر حمد بن محمد بن جهويل المري. شد حيلك يا بن جهويل وركز مع هملول. المركز الرابع الآن المركز الرابع وافي وأيضا مع شعار وافي شعار السيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين هذا الشعار المتميز
أيضا ينطلق مع انطلاقة واهي وافي في المركز الرابع مع المضمر ناصر بن سالم المكسور أحد الخبراء وأحد المبدعين في عالم التضمير. المركز الخامس الآن شواش يتدخل، شواش للسيجار الله بن حمد بن سالمين المري، ينطلق أيضا شعار أبو حمد الشعار المتميز ويندفع في خامس المراكز، وغير شواش الآن إلى المركز الرابع. إذن الأسماء ما زالت هي نفسها، تلك الأسماء التي أذعناها عليكم منذ قليل، والمنافسة حتى الآن منحصرة بين هذه الأسماء الخمسة التي تنطلق وتندفع في رحاب الخمسة المراكز الأولى المتميزة، والقائمة الذهبية تحتوي على هذه الأسماء الخمسة حتى هذه اللحظات. ولكن من أراد الناموس فليحافظ على هذا الأداء المتميز، وليقدم لنا العطاءات الكبيرة، وليقدم لنا المخزون الاحتياطي، ويقدم لنا صورة المنافسة الحقيقية هناك عند كيلو الحقيقة، عندما تبين الحقيقة هناك في الكيلو الأخير. إذا ملحام الراشد بن حبيبه المري المسيطر، وما زال هو المندفع، وما زال هو المتصدر مع تصدر هداش. هداش إذا يحتل المركز الأول ويتمتع بالخدمات، خدمات الفي آي بي من خلال المركز الأول، وكاميرا خاصة تسلط على المركز الأول ومع هتاش. من أراد هذه الخدمات الخاصة فليتقدم إلى هتاش، فلينتقل إلى المركز الأول. وملحام بن راشد بن حبيبة لا يريد المضايقة من أحد، وهو الآن يتصدر بن راشد، وانتصفت المسافة 4 كيلومترات مضت وتبقت نفسها على خط النهاية، وهتاش هو المسيطر، هتاش هو المنطلق، هتاش إذا على المركز الأول وعلى خط الانطلاق. المركز الثاني هملول، هملول هو من يحتل المركز الثاني للسيد صالح بن حمد القمر المري، ومع المضمر حمد بن محمد بن جويل. المركز الثالث شواش، أيضا شواش أخذ على التشويش على باقي المشاركين، ولكن أشوف اللي من الجانب اليمين، يا أخواني، الجراح في أول ندى، الجراح الآن وصل في أول ندى للجراح، وهذا هو أول الواصلين. نعم، هو أول من كسر قاعدة الخمسة المراكز الأولى التي كانت مسيطرة منتصف المسافة. الآن الجراح يغير وينتقل ويرسم الدرب نحو ثاني المراكز. الجراح للسيد عايض بن صالح بن قطيان الكربي، غير وانتقل إلى ثاني المراكز الجراح. المركز الرابع إذن شواش على رابع المراكز للسيد جار الله بن حمد بن سالمين المري، وأيضا وصل شاهين للسيد ناصر بن حمد بن مسفر الشواني، ولكن عاد وافي مرة أخرى لينتزع المركز الخامس، وهو الآن يتقدم ويغير إلى المركز الرابع وافي، ويحمل شعار الخيارين، شعار السيد سيف أو سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، مع المضمر ناصر بن سالم المكسور منطلق ومندفع أيضا مع وافي في المركز الرابع. عملية التغيير الآن تأتي، والجراح يتسلل، والجراح ينطلق إلى المركز الأول على حساب هتاش. إذن الجراح على الصدارة، ووافي قادم، وأيضا هملول قادم، وياه وشوط، وياه شعارات. إذن منافسة زمول المستقبل، ولا ستعرف أيضا، سنتعرف على من سيحصد الناموس، ومن سيتفوق على كل هذه الأسماء وعلى كل هذه الشعارات الكبيرة. إذن أسماء لم يحن موعد دخولها، أسماء أيضا قادمة وأكاد تابعها أيضا، ومخرجنا أحمد الحماد أيضا سيسلط الضوء على بقية الأسماء التي تتواجد في الخلف هناك، اللي تتواجد في الخلف وقادمة بقوة إلى حلبة المنافسة، وقادمة إلى معترك قوي، إلى المعترك الشحاني، إلى معترك التحدي. وشكرا بطلال. إذن نشوف الشوط مزدحم، الشوط يضم كوكبة قوية من الثنايا القعدان، ولكن خلوني أعود إلى الجراح. الجراح يجرح ويداوي، وهو المتقدم، وهو الهاوي لناموس هذا الشوط، والهاوي إلى الصدارة. إذن المركز الأول الجراح عايض بن صالح بن قطيان الكربي، اللي وصل شواش يصل، والوافي أيضا. يا سلام، وافي الآن يحتل المركز الثاني، ويا أخواني
كيل وين متر على خط النهايه، لا تقولون سعد ما قال، كيل وين متر على خط النهايه، من اراد الناموس فليبدا بالتعليمات، حتى لو يصدر الاوامر، لو لم يصدر الاوامر فعليه اصدار شبه الاوامر، لان الموقف خطير والموقف لا يحتاج التاخير، الجراح يتصدر هذه القائمه وهذه الكوكبه للسيد عايض بن صالح الكربي، المركز الثاني وافي للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، عملية تضمير عند ناصر بن سالم المكسور، ووصل شاهين في ثالث المراكز للسيد ناصر بن حمد بن مسفر الشواني، المركز الرابع شواش جار الله بن حمد بن سالمين المري، وخامس المراكز هملول للسيد صالح بن حمد القمرة مع المضمر حمد بن محمد بن جويل، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية. أو يا سلام، شوفوا اسم وصل، الان اسم وصل وينبع وصل، سليمان بن رويشد الجاني وصلكم، بنادر وصل مع ينبع للسيد سليمان بن رويشد الجاني، يا سلام، الله 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 على هذا الشوط، والله على هذا الحماس، والله على هذا الانطلاق، الجراح وصل، وشوفوا هذه الصوره، صوره الثنايا القعدان، الله يا هذا الشوط وهذه الانطلاقة وهذا الضغط الكبير، يا سلام يا سلام يا سلام، الجراح على المركز الأول، ولكن هنا شاهين، هنا شاهين وهنا ينبع، هنا ينبع، يا سلام يا سلام، الله الله الله، كيلو أخير، كيلو خطير، يا سلام يا سلام، الله الله على الجراح، والله على هذه الانطلاقة، واللي وصلكم مهند ووصلكم بو خليل عبد الهادي بن خليل بن منصور الشواني، يصل مع المهند في المركز الثاني مع المضمر محمد بن علي بن مثيب، المركز الثالث شراكة شواش لجار الله بن حمد بن سالمين، ولكن خلوني مع مهند، يا سلام، الله الله الله، انطلقت ثنايا القعدان في هذا الامتحان وقوة المستوى الكبير، وينطلق مهند للسيد عبد الهادي بن خليل بن منصور شهواني، انطلق ايضا مشاهدينا الكرام، انطلق مهند على المركز الاول للسيد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع المضمر محمد بن علي بن مذيب المري، المركز الثاني هناك سلطان للسيد سعد بن عبد الهادي بن صافي المري، ولكن خلوني اعود الى مهند ومشكور بخليل، مشكور عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على الاداء المتميز لمهند، والتهاني مشاهدينا الكرام نزفها ايضا لناصر بن خليل بن منصور الشهواني، والى هزاع بن خليل بن منصور الشهواني، والى منصور بن خليل بن منصور الشهواني، والى عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على فوز مهند بالمركز الاول. المركز الثاني جاء فيه سلطان للسيد سعد بن عبد الهادي بن صافيه المري، المركز الثالث ينبع للسيد سليمان بن رويشد الجهني، المركز الرابع جراح للسيد عايض بن صلاح او عايض بن صالح بن طيان الكربي، المركز الخامس كان من نصيب شواش للسيد جلال الله بن حمد بن سالمين المري. اذا مشاهدينا الكرام هكذا تابعنا المنافسة القوية وتابعنا التحدي المثير، الا ان مهند جاءنا في الامتار الاخيرة وهو من انتزع ناموس هذا الشوط، وزف تهاني والتبريكات ايضا الى السيد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الذي كان متابعا ومراقبا لاداء مهند في المركز الاول. اقول مشكور ايضا ابو علي محمد بن علي بن ذيب المري الذي كان ايضا متابعا وايضا مقدما لهذا المستوى الكبير لمهند الفائز بالمركز الاول. التوقيت الزمني اذا لمهند 13 دقيقة 17 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا للسيد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، والثانية أيضا إلى المضمر السيد محمد بن علي بن مثيب المري. ثاني المراكز كان من نصيب سلطان، قطع المسافة في 13 دقيقة 22 ثانية و22 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس للسيد
سليمان بن رويشد الجانية على فوز ينبع بالمركز الثالث كان النصيب ينبع، بينما المركز الثاني سلطان. ينبع جاء في ثالث المراكز لسيد سليمان بن رويشد الجانية، وقطع المسافة 13 دقيقة 23 ثانية و19 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك ينبع الفائز بالمركز الثالث السيد سليمان بن رويشد الجاني. والمنافسات مستمرة معكم مشاهدينا الكرام.